وروح على مقر البوابه نيوز عشان زميلتنا العزيزه نورهان طمان موجوده هناك عشان تعرفنا ايه اخر المستجدات صحفيا بقى، اهم المانشيتات الصحفيه في كافه الصحف والمواقع الرياضيه المختلفه. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة البوابة نيوز زي ما قلت يا كريم، نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. ويمكن أول خبر معانا من الجمهورية عن الفرق المصرية في البطولات الإفريقية المختلفة وبعنوان الصاعدون في دوري الأبطال والكونفدرالية، مهمة متوازنة للأندية المصرية. طبعا النادي الأهلي إن شاء الله في ضربة البداية هيواجه نادي الاتحاد المنستيري التونسي، اللي يمكن بنفكر حضراتكم إنه خسر لقب الدوري التونسي في اللحظات الأخيرة أمام الترجي، بينما طبعا نادي الزمالك وضع قدم قوية في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا زي ما قلنا لكم، عقب فوزه على مضيفه إليك سبورت التشادي بثنائية نظيفة في ذهاب دور ال 32. والنادي الأهلي والزمالك هيلعبوا مباراة الذهاب خارج مصر يومي 7 و 8 أكتوبر، والعودة في القاهرة يومي 14 و 15 أكتوبر. أما فيوتشر طبعا في الكونفدرالية فتأهل عقب فوزه على فريق بادي كولبول الاوغندي بهدف دون رد، وكان المباراه الاولانيه انتهت بالتعادل السلبي. اما بيراميدز فضرب موعد مع هلال الساحل السوداني. وتاني خبر معانا من جريده الاخبار، تريزيجيه يواصل التالق، ولا زال نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه بيواصل التالق في الدوري التركي مع فريقه طبعا ترابزون، وساهم في طبعا بارقام كبيره جدا في مباراه يعني غازي عنتاب في المباراه اللي يمكن خاضها ترابزون في الجوله السابعه ببطوله الدوري التركي، وانتهت المباراه بفوز قاتل لترابزون بثلاث اهداف مقابل هدفين، وساهم محمود حسن تريزيجيه بنسبه كبيره جدا في فوز فريقه. كمان خلينا نقول لكم ان موقع سوفا سكور العالمي رصد يمكن احصائيات اللاعب في هذه المباراه واللي جاءت ايجابيه جدا. خلينا نقولها لكم بالارقام، محمود حسن تريزيجيه شارك في ال 90 دقيقه، سدد ثلاث تسديدات، والتسديدات على المرمى واحد، والتمريرات المفتاحيه اثنين. كمان التمريرات الصحيحة جاءت 41 بدقة تمرير 79%، أما العرضيات الصحيحة فكانت 2 من أصل 3، والكرات الطولية الصحيحة 1 من أصل 2. الفوز بالثنائيات الأرضية 5 من أصل 13 ثنائية، وفقد الاستحواذ 21، أما المراوغات الصحيحة فجاءت 2 من 6 محاولات، والتقييم العام 7.1 من 10. ونروح بقى للدوريات الاوروبيه الكبرى، ومن البوابه نيوز نيمار وهالاند يتصدران قائمه الاكثر مساهمه في الاهداف الدوريات الاوروبيه الكبرى. تصدر النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان يعني يمكن قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بعدما ساهم في 15 هدف في الدوري الفرنسي في 8 مباريات، سجل 8 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين، وحل اللاعب في الترتيب الأول للقائمة. أما إيرينغ هالاند النرويجي المتألق في صفوف مانشستر سيتي فجاء في المرتبة الثانية بالمساهمة في 12 هدف و7 مباريات، في طبعا يعني كان خاض 7 مباريات وبينهم 11 هدف وصنع هدف. اخر خبر معانا عن مبابي، ويمكن كان خلاف حاد بين مبابي والاتحاد الفرنسي بشان الصور وحقوق الرعايه، ومن يلا كوره اتحاد الكره الفرنسي يرضخ امام مبابي في ازمه حقوق الصور. وربح يمكن متن الخبر بيقول ان ربح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يعني معركته مع الاتحاد الفرنسي بعدما اقر الاتحاد الفرنسي بتعديل الاتفاق بين اللاعبين الفرنسيين فيما يخص الصور، وكان نشب خلاف زي ما قلنا بين مبابي واتحاد الكرة الفرنسي منذ مارس الماضي عندما رفض الظهور اللاعب في جلسة التصوير اللاعبي المنتخب الفرنسي الأول، وكان مبابي حريص على التحكم بشكل أكبر في حقوق الصور الخاصة به لتجنب الارتباط بعلامات تجارية معينة. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة البوابة نيوز، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك يا نورهان على هذه التغطية الصحفية الممتازة، شكرا جزيلا ليكي.